نعمته لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حلقات توعية حجاج بيت الله الحرام حول أركان الحج مع الشيخ عبد الدايم عبد الله العثمان، التي تناولنا فيها حتى اللحظة مختلف هذه الأركان. وفي هذه الحلقة أعزائي المشاهدين كما أشرنا نتناول الركن الأخير وهو ركن طواف الإفاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نواصل معكم في تبيين أحكام الحج ومناسك الحج. تحدثنا في الحلقات الماضية عن الأركان الثلاث، تحدثنا عن الإحرام وبينا أنواع الإحرام، وقلنا لكم الإحرام إما أن يكون إفراد وأما يكون قران الواحد لما الحج والعمرة سوا، وإما أن يكون تمتع بمعنى تبدأ بالعمرة قبل الحج وبعد تعمل الحج بسموه إنسان متمتع. والقارن هو الجمع بين الحج والعمرة في نية واحدة، إذا القارن والمتمتع بعدين يسبه، إذا كان ما عندهم شيء يسبه به كان يصوموا 10 يوم عشان يسدوا المحل ده. إذا وجينا مكة وسعينا بين السعي بين الصفا والمرة 7 مرات بعد طواف القدوم، وذهبنا إلى منى، وبعد ذهبنا إلى منى وذهبنا إلى عرفة، وبعد كده باقي لنا الركن الأخير، لأننا تحدثنا في الحلقات الماضية بعد ما مشينا عرفة وجينا مزدلفة صلينا المغرب والعشاء، والبعض مننا نام والبعض مننا ذهب نام إلى منى، والتقت 7 حصيات من أرض مزدلفة عشان الصباح يرمي جمرة العقبة. إذا جمرة العقبة في يوم العيد هي الأخيرة في حدود مكة، وهي منها إلا مكة آخر منى وبداية مكة. عندك 3 جمرات، الجمرة الصغرى والجمرة الوسط والجمرة الأخيرة، ويوم العيد أنت بترمي في الجمرة الأخيرة ب7 حصيات بعد التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7. الرجل يمشي يعمل إيه؟ زيانة حلاق، يحلق، والأفضل يحلق بدل يقسس. والمرأة تقصر قدر الأنملة كل الشعر ده، ولو قصير كله الشعر ده ولو قصير كله هي عبادة، ونسأل الله أن يطول هذا الشعر. إذن تشيل كل الشعر ده أنملة قدر الأنامل دي الفص الصغير ده تحوي كل الشعر ده، ده يعتبر التحليل للأصغر بعد رمي الجمرة والحلاق. الواحد خلاص يلبس الجلابية والسروال والكدمول، ولكن ما يشيل الإطر ولا كمان يمشي إلى النساء ماله، لأن فضل الركن الأخير أن نحن ندري نتحدث عنه يسموه طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو الطواف الأخير بعد الإنسان يرجع من عرفة ويجي منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق. إذا طواف الإفاضة ما بيكون واجب بس أي إنسان يوم العيد يدخل مكة، لأن معروف بالأمس نحن كنا في عرفة وقيلنا هنا وجينا بالليل في مزدلفة، وبعدين الصباح مشينا جمرة الأخر برجلنا، ما في عربات هناك عشان نخطو من الخيمة إلى تمشي ده قريب 4 كيلو 5 كيلو تماشي وراجع. الناس كلهم قوتهم ما واحدة، الناس خلاص بفترهم نهائي بعيو. إذا كان إنت إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من رميت الجمرة إما تحلق في البوكاندا وإما تمشي الخيمة براحتك تحلق ده يوم العيد. في ناس عندهم قوة طوال بمشوا مكة بطوف طواف الإفاضة، وأي طواف سواء قدوم سواء النفل سواء طواف الإفاضة، الطواف ده واحد ولا بيزيد ولا بنقص، يبدأ من حجر الأسود 7 مرات ويصير ركعتين في مقام إبراهيم أن أمكن
واي جهه من الجهات الاربعه واحد يتجه للكعبه ويشيل ركعتين بالكافرون والاخلاص بعد ما يقرا الفاتحه. الطواف ده بيسموه الطواف الافاضه، وهو ركن من اركان الحج الاربعه: الاحرام والسعي وقف عرفه وطواف الافاضه. مع ان العمره عندها ثلاثه: احرام هي النيه، وبعدين الطواف والسعي، بعد ده الحلق هو واجب من واجبات الحج وواجب واجبات العمره. اذا الانسان ما يخلط بين طواف القدوم وطواف الافاضه. طواف القدوم بالنسبه للانسان الذهاب قدم جاء في مكه واجب عليه يسوي طواف القدوم، وطواف القدوم لو انسان ترك حجه ما يبطل، لكن واجب عليه ان يسبح او يصوم 10 يوم، لان كل من ترك الواجب يجب عليه الهدي او يصوم في مكان ده 10 يوم. فانسان يوم العيد 7 جمرات، يوم الثاني عندك 21 جمره، عندك شنو 21 جمره ترمي في الثوره 7، وعندك الوسط 7، وعندك في الاخيره اللي كان رميت يوم العيد 7 للتختيم بها. اذا 7 دعاء، 7 دعاء، والاخيره 7 دعاء ما في. يوم الثالث نفس الشيء 7 7. اذا كنت عجلت ودار تدخل مكه قلنا تمرق من ايه؟ من منى قبل غروب الشمس. اذا كان انت تتلتل كده لحد الشمس غربت يوم الثالث من العده واجب تنوم يوم الرابع، والا من تعجل في يومين بعد العيد فلا اسم عليه، ومن تاخر بعد العيد 3 يوم فلا اسم عليه. الاول بيرمي 49 والاخر كمان بيرمي 70، ونحن التاجين اكثرنا نؤخر حتى نرمي 70 جمره، وبنسوي دعاء جماعي لنفسنا لبلدنا مع حفاظ القران اللي منهم كل سنه هيمشوا عشان يسالوا العافيه والسلام للبلد. اذا طواف الافاضه الاخير ده كان زول داير يوم العيد ما في، الصباح يوم الثاني يوم لقي راحته يقوم من منى ويمشي مكه ويطوف يقبل يرجع منى. لماذا؟ لان النوم ليلة الثاني وليلة الثالث وليلة الرابع للمتأخر ده النوم في منى، المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. لو واحد تركه واجب عليه شنو؟ الهدي، وإما صوم 10 يوم. إذا هنا الإنسان لابد من كمسلم وداير يمشي حج خلي يسأل. الله بقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نينا في اللجنة اللي هي بتاع التوعية والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام لعام 2018 عندنا دروس عبر إزالة القرآن، والدروس دي فيها مباشرة مباشرة كيف؟ الواحد يسأل ويرد له في أحكام الحج، سواء أنت ماشي مكة ولا ما ماشي مكة. كان سألتنا عندنا ساعة كاملة في الأسبوع مرتين، وعندنا دروس كذلك عبر الإذاعة وعبر التلفزيون اللي هسه بتشاهدوا فرنسي عربي، وعندنا في الإذاعة الوطنية، وعندنا كذلك في المسجد الكبير من الساعة 4 إلى الساعة 5:30، وعندنا لغات أخرى، عندنا القرآن والزخاء والفلاتة، هم ديل بيجوا كذلك حيفسروا لهم بلغتهم، ده كله موجود. وعندنا الأخوات الداعيات هم كذلك، هن كذلك يأتى وبعدين يأتينا ويلقينا الدروس لأخواتهم وأمهاتهم وبناتهم، لأن في بعض الأسئلة المرأة لا تستطيع أن تقدم لرجل لأن دي أشياء خاصة بالنساء. إذن في هذه الحالة الأبين عندهم يوم الخميس ويوم الجمعة يجوا في المسجد برب أخواتهم من الساعة 4 ويبينوا لهم الأشياء دي. مش يوم الخميس والجمعة، لا، حتى السبت والأحد والاثنين والثلاثاء هم قاعدين معنا، الداعيات قاعدات والدعاة قاعدين، وعندنا كعبة مجسمة، وعندنا محل بتاع رمي جمرات كله بيشوف له الإنسان كيف يرمي بعدين، وعندنا مقام إبراهيم بجنب الكعبة، وعندنا السعي بين الصفا والمروة المسجد فيصل ما شاء الله عنده مكان
سيق زي ليه المكان هناك في مسجد الله الحرام، هو ذاته أصلا اتجاه من الغرب إلى الشرق، حتى سايبين الصفا، هنا كذلك عندنا اتجاه نبدأ من الصفا وننتهي إلى المروة، تدريب عملي في قول وفي عمل. القول زي هذا لكن عملي تشوف انت ذات التطوف وكيف الواحد يربط الإزار ويعمل الرداء وكيف كذا عشان يكون حجه صحيح، لأن في الحج في أشياء الواحد لابد يعرفها، في واجبات تجبر بالدم، في أركان اللي قلناها أربعة في الحج وثلاثة في العمرة، دين كان واحد تخلى معناه تحج فاسد، وإذا كان فاسد بمعنى ما تاني تأخذ نية زي الصلاة، إذا كان واحد بصلي وحصل حدث تاني تشني الله أكبر، لكن في الحج كلام زي ده ما في. في الحج الإنسان مثلا يقول الحج يفسد بالجماع، الجماع إنسان تلاقى مع مرأة وهو بعد أن يحرم يقول نويت الحج والعمرة، والنفوس إن النفس العمارة بالسوء، الشيطان لعب بي ونفس لعبت بي، وبعدين لما ما أمرته وهو هم محرمين نقول الحج حقكم ده فسد، فسد ده ما خلاص نخلو، لا ما تخلو، كيف تخلو نسوه كيف أمشوا مع الناس زي كده حجكم كويس، كان فسد في مكة داخل قبل ما تطلعوا في ميناء إلى ميناء، تمشوا ميناء تمشوا عرفة تقبلوا مزدلفة، بعد مزدلفة تجوا ميناء ترموا جملة العقبة، تمتعوا في الإفاضة تقبلوا تنوموا يومين أو ثلاثة في ميناء، زيكم وزي الحاج الحج صحيح، وبعدين حجنا لكم حجكم باطل، ونسوا كيف بعدين إلا السنة الجاية تاني تحرموا إحرام جديد عشان حجكم الفسد تتعدلوا. إذا كان واحد قال لا يعني إحنا ما نعرف حاجة شيء، ومن جينا في مكة ولمينا مع المرأة وكيف وخلاص أنا ما نمشي، إذا كان فسد كيف ما تمشي؟ لا خلاص أنت ما قلت حاجة طلفت، وكم مشينا كلهم ما مقبول، نقول له لا أمشي خلاص، أبا ما يمشي رفض، والمرأة رفضت، أو المرأة قالت نمشي والرجل قال خلاص أنا ماشي، أو الرجل قال نمشي المرأة قال لا أنا ما ماشي، شو طلب ده تاني نمشي زوجنا، الناس مشوا ميناء ومشوا عرفة ورجعوا يوم العيد وعملوا كل حاجة الشيء الفضل. المرأة والرجل بعد الحج فسد وأبا ما استمر للأعمال الباقية، نقول السنة الجاية دي لو وصلت هناك محل الوقفة تكمل قبل، وقفت مني وقفت من مكة باقي ليك ميناء عرفة مزدلفة رمي جملة العقبة وتنوم يومين أو ثلاثة في ميناء، ده ما سويته أي ما سويناه اللي قال لنا عشان الحج فسد، نقول له السنة آخر لو جيتوا من بلدكم محل الوقفتوا ده قبل تكملوا، وتجوا السنة الثالثة تبدو ذهاب إحرام جديد قبل تقضوا ليه الحج اللي فسدته ده. إذن الواحد داير يمشي حج ويبذل مال وطاقة بشرية وبعدين ما يعرف بين الركن وبين الواجب وبين السنة ومتى الحج يكون فاسد ومتى يلزم الإنسان الحاج الهدي أو الصوم، هذا مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، لا بد الإنسان داير تعبد الله، والحج في العمر مرة واحدة بس، وأنت الله كتب لك قبل ما تمشي لا بد من تواصل الدروس وتسأل العلماء، وكم ممكن تجي في المسجد الكبير، ونلاحظ في كل سنة عندنا مثلا السنة 4000 حاج، اللي بيحضر يمكن 400 500 300، وبعدين في المطار نجد في كل رحلة يمكن 300 واحد 400 واحد، ولا سمع ولا حضر ولا سأل، يشيل شنطته وباسبوره في يده ويجي المطار ويقول يلا مكة، لما ينزل ذهب يسأل يقول لهنا جبتونا يا فخرة يا سيدنا دول نسوي ايه نسوي شنو، يا اخي انت من شاد بذلت 2 مليون بالمصاريف او 320 ألف، وبعدين يمكن يشيل لك 80 ألف في الجيب وتجي هناك قبل تقول نسوه شنو، ممكن الفخرة قاعدين
والبغيرات كلها قاعدات، الدائي والدائيات بيورب، لكن معلوماتك ما بتبقى زي معلومات الإنسان درس في شات وسأل، لأن زي الإنسان كان ماشي بلد آخر وما بتعرفه، الدرب ده يوصفه ليك، الدرب ده عنده شنو؟ عنده بريير، عنده حلة قدام، مهل الموية وين، محل الوادي وين، محل الشارع الكويس وين، حتى بتسافر. وانت اليوم ماشي سفر عبادة، وده بربطك مع ربك، وبعدين داير ربنا يغفر لك ذنوبك. من حج ولم يرفث ولا يمس رجعك يومي ولدته أمه، ده حاجة مش حينة كده. انت مثلا تمشي تحج مرة خلاص توزن أعمال عمرك ده كله بالحج، تتوب توبة نصوحة لو رجعت خلاص، زي كان أمهاتنا جداتنا الناس اللي حس خلوا الدنيا دي. لو واحد مثلا حج وجاء خلاص كل حاجة، ولا يكذب ولا يغش ولا يعير الناس ولا يأكل أموال الناس، لحد الأمانات يدوا له في محله، لو كلم كلام يقول ده حج فلان تكلمت، ده حاج فلان تكلم، ده خلاص كلام صحيح. وليه اليوم مش مكة قاعدة هي مكة، مش الكعبة قاعدة كعبة، مش عرفة هي عرفة، منى منى، مزدلفة مزدلفة، جمرات جمرات. وليه بس نحن نمشي نحج وما نتغير؟ عشان كده بعض العلماء قالوا علامة الإنسان عشان كده نعرف الله قبل حج ده، لو رجع من الحج هيتغير، يبقى من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن. كان بيشرب مريسة بخليه، كان بشرب سجارة بخليه، كان بزنة بخليه، كان بغش بخليه، كان بعير كل يوم الناس عارفين إن اللي صار ما كويس بخليه، كان باكل أموال الدولة بخليه، بيجي كده ندم إيه تمام. لكن ما مشى حتى وكده وبعدين ما تغير. حتى بعض الناس لو عمل حاجة يقول يا فلان يا فلانة أننا ما شفنا إيه بيت الله ذات من يسوي كده، أنت تشوف بيت الله وتعمل كده ما يجي. عشان كده الناس كده زمان بيذكروا الناس، بيذكروا الإنسان المشى مكة ده كان داير يعمل حاجة ما كويس ولا عمل، يقول اتقي الله، أنت شوف بيت أنا الله، وخديت يدك في الكعبة وخديت يدك على الكعبة، وأننا ما شفنا بيت الله ده ولا خدتنا يدنا، وكيف العمل ده يبقى؟ نحن ما نكون منك أحسن ولا منك أحسن، الأفضل ده أنت تكون كويس عشان تكون قدوة، ونحن إيه هنتابعك. هنقول يا السلام، شوف الواحد مشى حجة مأموره كله تمام، دفك سلاح المعصية ده كله وشال سلاح ليه الإصلاح، يصلح الآخرين، يبقى داعي يبقى داعية، يا ناس أخافوا الله، ما كده أمشوا مكة، والله أنا كان قبل ما نمشي مكة ده كان ماشين درب الشيطان، من مشينا كده جينا توبنا، رجعنا ماشين كويس، الله يحدينا جميعا، كذا كذا كذا، تك يبقى كويس، ونحن يكون عندنا حج مبرور، ويكون سعي مشكور، ويكون ذنب مغفور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أعزائي المشاهدين، هذا هو الركن الأخير من أركان حج بيت الله الحرام الذي تحدث لكم فيه الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، وهو ركن طواف الإفاضة. ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الركن، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة، نتمنى لكم متابعة سعيدة لبقية برامج تلفزيون جات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.